السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الثالث ابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات الرياضيات. ووصلنا إلى القيمة المكانية للأعداد حتى 9999 صفحة 12. خلينا نشوف شنو التمارين الخاصة بهذه. أول شيء اكتب اسم المرتبة، الرقم الذي تحته خط، ثم حدد قيمته المكانية. هاي نكتب احنا هنا، نكتب هاي الخمسة هي أحاد والقيمة المكانية مالتها خمسة نفسها. زين، هذا صفر مرتبة العشرات والقيمة المكانية إلها صفر. هذه مرتبة المئات والقيمة المكانية إلها مية. هذه مرتبة الآلاف والقيمة المكانية إلها إحنا لازم نقول هنا مرتبة الآلاف القيمة المكانية إلها 9000. اكتب الصورة التحليلية. هذا شلون اكتبها بالصورة التحليلية؟ اكتب 4 30 900 وهنا 7000. هذا اكتب 57 600 زائد. اكتب العدد بالارقام من الصوره التحليليه. هنا ابدي من الاحاد، خلوها ببالكم. 2 1 5 7 6 7 8 9 على مود ما تخربطون. يقول ما القيمه المكانيه للرقم 6 في العدد 3؟ هي القيمه المكانيه هي في مرتبه الالاف، فتصير 6000. زين، هاي القيمه المكانيه. اكتب ايضا اسم المرتبه، الواحد بالاحاد، واحد هذا في العشرات، واكتب هنا 70، وهذا بالمئات، واكتب 400، وهذا بالآلاف، واكتب 6000. زين، اكتب الصورة التحليلية، اكتب 2 30 100، وهنا اكتب 4000. هنا 26 0، وكتب هنا 7000. يقول مع أنس هذا المبلغ اللي هو 8000 و7845، ما القيمة المكانية لكل رقم في هذا العدد؟ خلينا نكتب القيمة المكانية. احنا شو نسوي؟ القيمة المكانية 5 يعني زائد، يعني نسوي صورة تحليلية، زائد 40 زائد 800 زائد 7000. ما القيمة المكانية للرقم صفر في العدد؟ القيمة المكانية له هو صفر، نفسه صفر بمرتبة المئات، صفر القيمة المكانية صفر. ما أكبر عدد يمكن كتابته باستعمال الأرقام 7 4 5 3 دون تكرارها؟ احنا نكتب أول شيء الآلاف 7، الرقم اللي وراه يجي كبير 5، والنوبة يجي 4 ويجي 3. هذا نقدر نكتبه بدون أن نكرر. زين، هذا بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو انتهى موضوعنا لهذا اليوم، اللي هو موضوع اللي كان موضوع القيمة المكانية للأعداد حتى 9999. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.